وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام. مساء الخير سعادة المستشار. كما جاء في حديث سعادة النائب العام خلال المؤتمر الصحفي السنوي للنيابة أن هناك انخفاض في نسبة الجرائم والقضايا في مملكة البحرين، كيف يمكن الربط بين هذا الانخفاض وبين خطط العمل وإنشاءات النيابات المتخصصة في النيابة؟ نعم مساء الخير. نعم كان هناك انخفاض ملحوظ وجاء في نواحي مختلفة. فأولا انخفض عدد القضايا التي وردت إلى النيابة العامة خلال عام 2020 عن تلك التي وردت في عام 2019، ذلك بنسبة 17%، وانخفضت عدد قضايا السرقات بنسبة 17% وقضايا المخدرات كذلك إلى 48%، وذلك بالمقارنة لعام 2019، في حين انخفض عدد قضايا العنف الأسري بنسبة 39%، ويرجع ذلك إلى عوامل كثيرة، منها أن النيابة العامة استعملت سلطتها في إصدار الأوامر الجنائية في بعض قضايا الجنح والتي تقررت لها بموجب التعديل الذي طرأ مؤخرا على قانون الإجراءات الجنائية، وهذا بالطبع أدى ويؤدي إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتقليل الجهد والتكلفة، وكذلك التخفيف عن ذوي الشأن أنفسهم من أن يمروا بإجراءات المحاكمة العادية. نعم سعادة المستشار، كما ذكرت الآن أن كان هناك طرق وإجراءات قانونية مستحدثة تشريعيا مثل الأوامر الجنائية كما ذكرت، ما هي الإجراءات الأخرى وما هي الفائدة المتحققة منها؟ نعم كما أوضحت الآن، الأمر الجنائي هي سلطة كانت مخولة من قبل للمحكمة وحدها، ثم أعطيت أيضا للنيابة العامة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. والأمر الجنائي غايته تغريم المتهم دون اللجوء إلى إجراءات المحاكم العادية، وذلك بشروط وضوابط معينة قد لا يسعفنا الوقت الآن لشرحها. عموما هو تصرف قضائي في الدعوة يختزل إجراءاتها الاعتيادية ويؤدي إلى سرعة التصرف في القضية ويرفع العبء عن المحاكم وذوي الشأن. هناك أيضا المحاكمة العاجلة إذا ما أبدى المتهم رغبته في ذلك بناء على اعترافه، للنيابة العامة أن تقدمه إلى المحكمة لتحكم في الدعوة في غضون 3 أيام. كذلك اتبعنا نظام المحاكمة الفورية، وذلك بالنسبة للمخالفين للإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من جائحة كوفيد-19. فيه يتم التحقيق وتجري المحاكمة ويحكم في القضية خلال 24 ساعة فقط، وتراعى في هذه الإجراءات كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهم. الجدير بالذكر أن النيابة العامة بدأت في الإعداد للعمل بنظام كذلك الوساطة الجنائية في القضايا اللي يجيز القانون فيها الصلح والتصالح، أعمالا للمرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، وقرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية بتنظيم الوساطة في المسائل الجنائية. وكذلك بناء على توجيهات سعادة النائب العام، نظمت النيابة العديد من ورش العمل والمحاضرات شارك فيه ممثل الجهات ذات الاختصاص، بعض السادة النواب والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأساتذة القانون، ذلك بغرض التوعية والإحاطة بجدوى هذا النظام وبيان أثره الاجتماعي. نعم سعادة المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام، شكرا جزيلا لك.